جميع عمائر البشوات بمصر. يعد رمز لسيطرة الحكم ومنتقى لكل زوار البلاد. عرف الشارع باسم منشئه اللي تولى حكم مصر مرتين وعاصر 4 سلاطين. هو رجل المهام الصعبة، ترقى في الوظائف حتى تولى الصدارة العظمى. نحن الآن بين أسوار مسجد سنان باشا الصدر العظيم رئيس الوزراء. مسجد سنان باشا يعود تاريخ إنشاؤه إلى عام 979 هجرية، 1571 ميلادية، فهي الفترة الثانية من ولايته على مصر، ويعتبر ثاني مسجد مبني على الطراز العثماني بعد مسجد سليمان باشا بالقلعة. هذا القائد سنان باشا كان من القادة العظام في الدولة العثمانية، تولى منصب الوزارة وتولى ولاية مصر مرتين، ثم بعد ذلك تولى منصب الصدارة العظمى وهي تعادل منصب رئيس الوزراء في هذا التوقيت. وخلال ولايته لمصر عنا له أمر مهم، وهو أن يؤسس مكانا يكون يمثل السيطرة العامة للدولة العثمانية. هذا المكان اختاره على نهر النيل تحديدا، وهذا الاختيار كان لأن مراسي السفن كانت تأتي كلها فتنظر على هذا المكان، فشيد هذا المسجد وهو مسجد وسماه باسم مسجد سنان باشا لكي كل ما تأتي سفينة من السفن وكل بحار يأتي ينظر على الهيمنة العثمانية والسيطرة العثمانية. فكان هذا البناء الذي أسسه وجعل قبته قبة عثمانية، وهي ثاني قبة عثمانية شيدت. سنان باشا عبد الرحمن القائد العثماني الذي عاصر 4 سلاطين، هم سليمان القانوني، سليم الثاني، مراد الثالث، محمد خان. وكلف خلال حكم هؤلاء السلاطين لقدرته السياسية والحربية بالعديد من المهام الصعبة. 4 سلاطين وثقوا فيه لدرجة أنه كان يتولى الوزارة في عهد سلطان من السلاطين، ثم الوزارة الصدارة العظمى وهي منصب رئيس الوزراء. هذه الثقة جعلت منه قائدا عظيما، جعلت احد السلاطين يوسد اليه امر القضاء على الاسبان الموجودين في تونس، ونجح في تطهير تونس وطرد الجيش الاسباني الذي كان يحتل تونس في هذا التوقيت. ومن ثم هذا القائد كانت له هيمنه كبيره وله سلطه كبيره، وظل طوال عمره الذي يصل الى 80 عام تقريبا اسس مباني كثيره في اسطنبول وفي مصر وفي الشام، وهذا البناء كان من جملة تأسيساته، وأراد أن يجعله على العمارة العثمانية، والقبة نفسها كانت قبة عثمانية خالصة. من أشهر ألقاب سنان باشا فاتح تونس وفاتح اليمن، وقد تولى سنان باشا الصدارة العظمى 5 مرات، وهي توازي في قوتها ومكانتها الوظيفية رئاسة الوزراء. كان سنان باشا مغرما بإنشاء العماير، فقد أعاد حفر خليج الإسكندرية وأنشأ بالقاهرة هذا المسجد بالإضافة إلى السوق، كما أنه ترك العديد من المنشآت في كل البلاد اللي أقام بها. المساجد العثمانية بتنقسم لطرازين من العمارة. الطراز الأول هو المحلي الموروث وده الغالب. الطراز الثاني هو الوافد للعمارة العثمانية، وده اللي بينتمي ليه مسجد سنان باشا الجامع اللي بيرتكز على الهضبة. للجامع 4 وجهات حجرية تتوجها شرفات على هيئة الورقة النباتية الخماسية. الأبواب جميعها تتفق مع بعضها في الحجم والزخرفة، فجمعوها من الخشب النقي. المسجد عبارة عن مربع يعلوه قبة. مراحل المسجد عبارة عن قبة من 4 أضلاع تتبع بذلك ب8 أضلاع، وبعد ذلك 16 ضلع، وبعد ذلك القبة. ويتميز المسجد بالضلع الرئيسي اللي هو هي عبارة عن
القبلة، والثلاث أضلاع الأخرى يتوسطها مداخل، مدخل مدخل ومدخل. فالثلاث مداخل هم لداخل المسجد، سنتر القبة أو وسط القبة. وأكتر حاجة في القبة هنلاحظها أو أن تتميز بيها نلاحظها أن يوجد رواق أو يوجد مسار داخل القبة مش موجود في جميع المساجد، أو مش موجود في مساجد قليلة جدا أن يكون في مسار فوق القبة بمسار داخلي، اللي هي انتقال القبة عبارة عن مقرنصات، وهو مقرنص ضخم، أربع أركان مقرنصات ضخمة تعلوها 16 ضلع، وكل ضلع من ال 16 به زخارف مختلفة، وهي السيمترية اللي هو تتميز العمارة الإسلامية عامة بالسيمترية. السنتر المسجد ينقسم لشقين، شق يمين وشق يسار. الجامع ليس له حرم، بمعنى أنه لا يتقدمه أي فناء مكشوف، والسبب في ذلك صغر المساحة، حيث كان الجامع يطل مباشرة على النيل، وقد استبدل مهندس الأثر عن الفناء بالأروقة. المسجد عبارة عن أروقة، ثلاث أروقة تحيط المسجد، والمسجد الإسلامي بيتميز دائما بالفناء. هذا المسجد لا يحتوي فناء لصغر حجمه وقربه من النيل، فذلك يؤدي إلى عدم وجود أي فناء يستطيع أن يكون متاح للمسجد. إنما الأروقة المحيطة بالمسجد هي ثلاثة أروقة تحيط الجهة الرئيسية اللي هي القبلة، تحيط من الخارج الثلاث جهات، من الداخل هو المسجد المربع القبلي. الميدانة تقع بالركن الجنوب الغربي للواجهة الجنوبية الشرقية، تمتاز بالبساطة وأنها قليلة الارتفاع، وتقوم الميدانة على قاعدة مربعة. العمارة الداخلية للمسجد تتكون من مساحة مربعة تمثل بيت الصلاة، تغطيها قبة حجرية ضخمة، والمنبر مصنوع من الخشب الزان. واتسم المسجد في العموم بالبساطة، وإن كانت ضخامة المبنى بتعكس رغبة المنشئ في بناء مبنى يتناسب مع سلطانه ومكانته. هذا المسجد شيد من حوالي 463 سنة تقريبا، يعني سنة 979 هجري. شيد هذا المكان على طراز إسلامي رفيع المستوى، كل شيء معمول في المسجد معمول بدقة وحرفية ومهنية، بيعمل نوع من أنواع النظرة الدينية والنظرة الفنية المخلوطة معا بما يتناسب مع الطراز المعماري الإسلامي والفكر الديني. فعلى سبيل المثال في الأبواب الثلاثة الموجودة بالمسجد نجد الأشكال الخماسية التي تدل دلالة واضحة على الصلوات الخمس وأركان الإسلام وما شابه ذلك، وأيضا ننظر إلى منبر المسجد فنجد الأشياء التي ترفع رأسها إلى أعلى وتدل دلالة واضحة على كلمة التوحيد وشهادة أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللي عايز أقوله أنه في هذا الطراز المعماري وفي هذا المكان الأثري والذي لا أجد فيه أي أعمدة في داخل المسجد، يعيش الإنسان حالة من حالات عبق التاريخ الديني في قلب مصر، مصر الآمنة التي قرنت بالأمن في القرآن الكريم. توفي سنان باشا عن عمر يناهز 80 عام 1004 هجرية 1595 ميلادية، بعد حياة حافلة بالأعمال قام خلالها بإنشاء العديد من العمائر الخيرية والمدنية. موقعه بالقرب من النيل كان ليه تأثير كبير في زيادة المياه الجوفية، لكن بعد أعمال الصيانة والترميم اللي ضمت القبة والجدران والممشى الخارجي عاد مرة أخرى المشهد الجمالي للمسجد، وأصبح واحة جميلة لكل المقيمين والزوار والمصلين.